في فصل الشتاء بداية مطلع شباط برد قارس شديد، جاء عطاء الأخوة من لأجل سوريا حرة لتقديم العون للمحتاجين من فئة المعاقين من أجل توزيع لهم شو اسمه تمز، مادة التمز للتدفئة مع صوابي بفضل من الله، أيضا ملابس لأنه هون ما يعني ما ضل عند الناس لا ملابس لا طعام لا شراب لا مواد للتدفئة نتيجة الحصار الخانق اللي بتعيش المدينة. فكان هذا العطاء هو عبارة عن عم نوزع لهم هلا بالمكتب طعام، سلات غذائية، عم نوزع لهم اليوم ملابس، عم نوزع لهم أيضا تمز وصوبيات من أجل تركيبها بالبيوت وإشعار الناس بالدفء قليلا من ضمن هذا الجو اللي أنت شايفه، جو يعني قاسي جدا جدا، برد قارس شديد جليد وتلج، يعني من سنوات ما شفنا هيك وضع، والحمد لله رب العالمين اليوم عم نقوم بتخفيف معاناة المعاقين من خلال هذا العمل. أنا جيت أخبرت إنه في جمعية عم تقدم للمعاقين، وتقدمت للجمعية هون وسجلت أسماءهم، وصل لي فترة منيحة شي 3 سنوات تقريبا عم بسلم للجمعية للمعاقين.